السلام عليكم. الزول في اللون، فيديو خفيف وظريف برك، مانيش راح ندخل في التفاصيل. اولا اعزي عائله كاع الاولاد، يعني الشباب اللي توفوا في الحفل تاع سول كينغ، ونقول لهم لعائلاتهم عظم الله اجركم والهم ذميكم صبرا وسلوان، الله يصبركم، يعني اعزيهم يعني من كل قلبي. وكذلك يعني نحمل المسؤوليه للمنظمين، لانهم يعرفوش من تيب تاع شعب راح يجيهم. المنظمين لازم هما اللي ينظموا الحفل، هما اللي يتحملوا المسؤوليه فقط. اي مسؤول له علاقه يعني بالحفل يدير. لكن سول كينغ نشوف الناس في الفيسبوك يحملون سول كينغ او طلع بالسطره الواقيه، هذه هي السطره الواقيه تاع سول كينغ. هذه السطرة الواقية تاع سول كينغ، لا هي تاع تحميه من الرصاص، لا تحميه من أي شيء. وها هي مثبتة لكم، ها سي ان جيلي فاشيان ا لا مود، يعني موضة موجودة يعني في أوروبا وفي أمريكا، يعني هي موضة أمريكية فقط، لا فيها لا سطر واقي ولا تحميه من الرصاص ولا تحميه من ألسنة الناس الذين هم أقوى من الرصاص. يعني سول كينغ هو شاب ككل الشباب الجزائريين، الحمد لله ما نجحش في الجزائر سول كينغ ككثير من الجزائريين. كثير من الجزائريين يتحقروا في بلادهم، كيخرجوا للعالم يطلعوا النجومية وكمان ما هلقريتو، نبقاو نحبوا بلادنا ونرجعوا لبلادنا رغم السب والشتم والناس، يعني يفتح يعني يفرش لنا البساط الأحمر في كل العالم. وعظماء العالم كيشوفوا الجزائريين المبدعين ينحنيوا. ولاد بلادنا الله غالب هذه هي الثقافه نتاعنا، نحقروا بعضنا، يدهشوا في مي لسه، يدهشوا في البراني، ويدهشوا في جماعتكم، على بالكم ما ندخلش في التفاصيل. فقط لكل المبردعين اللي يهضروا على سول كينغ باللي راهو لابس ستار واقي تاع زعما باللي راهو باش يحميه من الرصاص وهو باش يموت، يعني احشموا شويه لسيرتكم. المشكلة مش هنا، أنا ما نروحش للمشكلة لأنه المشاكل كثيرة. أنا نروح للحلول. أنا كشاب جزائري عندي عقل نخم به، نروح للحلول. ما هي الحلول؟ الحلول هي بناء الإنسان. المجتمع نتاعنا كارثي، الثقافة صفرا، السياحة صفرا. يعني أي مجال نروحوا له هو ثقافة، ودائما الغلطة نديروها للناس. المهم فقط هذه، ما حبيتش نطول في الفيديو هذه، شنعت الناس اللي يهضروا يقولوا باللي راهو سول كينغ يلبس ستار واقي باش يحمي روحه من الرصاص. يا ولدي راكم ديروا فيلمات، ويعني واحد الشيء عجب، شيء عجب. والاعلام تاعنا الله غالب مسكين، واش راح نقول، ليميتي الاعلاميين تاعنا ما داروا ما شافوا الا البعض، حوسوا شويه لكن قاسين لهم جنحيهم يخليهمش يهضروا. تحيه برك للناس وتحيه لكل الجزائريين، ونقول لهم بداوا غيروا انفسكم ونحيوا الحقد من قلوبكم على بعضكم البعض. انا جامي شفت واحد في العالم حاقد على الجزائري مثل الجزائري، هذا ما كان. الحمد لله سول كينغ ما نجح في الجزائر، ما عطاتو الجزائر ما والو، بالعكس النجوميه تاع كل الجزائريين والنجاحات تاع كل الشباب المبدع في الجزائر جات في الخارج وجابوها بذرعيهم. فوالا، تحياتي ليكم، ونقول لكم نزيد نعاود ونكرر العائلات اللي ضحايا، قول لهم عظم الله اجركم، واتمنى نعطيو حلول. يا اللي تضلوا تحلوا في لساناتكم وتضلوا تهضروا، المشاكل طفل صغير تاع 4 سنين يجي يحكي لهم هات الحلول. اغرس شجره، اغرسوا شجره، روح كل واحد كل قدام داره يغرس 4 شجرات ولا 5. راكم تشتيو غير تحطوا لا بوبال وتقيسوا، يعني حاله كارثيه. ابنوا الانسان، ابنيوا الانسان، خطاكم السب والشتم. انا عارف مشاكرك، على بالكم والله ما على بالي بواحد سب تشتم، المهم نهضر الكلام اللي تسمعه ويضرك في قلبك وتخدم به. سبني على روحك، المهم تبع كلامي ومحتم عليك تبع كلامي، لاني قاعد نهضر في الحقيقه، نهضر في الصح. ثقافه، السياحه ثقافه، والنظافه ثقافه، والاحترام ثقافه. كنا يعني تمنيت ان الناس شويه تبدل شويه العقليه هذه تاع القذف والسب والشتم في حاجه تاع حقيقه. حتى ولو كان اختلفنا في الافكار او عدوي، لكن احترم افكارك واحترم الحريه نتاعي، تتوقف يعني وين راهي تبدا الحريه نتاعك. إذا تحياتي لكل الناس وتحياتي لسول كينغ، ونقول لهم الجزائريين المبدعين، نقول لهم اصبروا، هذا هو ثمن حب الوطن، وهذه هي تضحيات لازم نضحي ولا غال. ما نحن واش نكونوا احنا امام الرسول صلى الله عليه وسلم،
احنا جناح ذباب الرسول وصلوا في عرضه وصلوا في كل شيء تاعه، والعلماء كذلك كاين حتى من قتلوا، والمبدعين كاين حتى من قتلوا واتهموا بالجنون. سعفوا هذا مكان، وهذا هو ثمن الطريق. الحقيقة دائما صعب، لو اخترنا الطريق اللي ماهوش حقيقة راح تكون يعني نكونوا نجوم، لأنه المجتمع تاعنا أصبح مثل المرأة، يريد أن يسمع ما يريد، ما يحبش الحقيقة. والنخبة نقول لهم 0/10 و0/20، نوضوا شوية وابدعوا وأعطيوا حلول للناس، ما تخافوش حتى ولا كان سبوكم وشتموتكم، معليش، المهم اللي ريزلتا يكونوا. السلام عليكم.